السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. عاد الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ويحمل معه آمالا كبيرة يعقدها اليمنيون في سبيل استكمال عملية استعادة الدولة وتطبيع الحياة في المناطق المحررة وتعزيز وجود الدولة فيها والحفاظ على الأمن والسكينة وتقديم كافة الخدمات الأساسية وتمكين البنك المركزي من العمل على تسليم مرتبات الموظفين ودعم الجبهات التي تتصدى للانقلابيين، أبرزها تعز والضالع، وتحقيق نصر في الساحل الغربي وإقليم تهامة. تنتظر الرئيس هادي ملفات متعددة ومتنوعة ومعقدة بحاجة إلى عمل دؤوب لتطويق نفوذ عصابات الانقلاب وإنجاز النضال الوطني الذي سيتحقق بالنصر الكبير ودحر الانقلاب ورفع العلم الجمهوري على جبال مران. عودة الرئيس هادي الواقع والطموح. نستقبل مشاركاتكم ومقترحاتكم وآرائكم وتعليقاتكم سواء عبر صفحتنا على الفيسبوك الكلمة لك أو عبر الاتصال المباشر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على هاشتاغ الكلمة لك. نستقبل كل ذلك حول عودة الرئيس الواقع والطموح. معي قبل أن أستقبل الاتصال علي أن أقرأ بعض التعليقات التي وردتنا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. عبد الحميد حمود جسار الياسري يقول: عودة مستقرة وتطبيع الشرعية للمدن والمناطق المحررة. أما عبد الرب الثابت يقول: نأمل من عودة الرئيس هادي البدء في تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة الدولة إلى عدن، وأن يوجه ضربة قاسية، وأن يكون لوصوله استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير تعز ودعمها ماديا ومعنويا، رغم أن تعز لا تحتاج سوى رعاية مادية ومعنوية فأبطالها جبال لا تهتز. أما سليمان الثابت يقول: نأمل من عودة الرئيس هادي إلى عدن أن يكون الهدف منها ترتيب وضعها الداخلي وتسليمها للقيادات المعينة حديثا، ونأمل أن يعقبها تعيينات أمنية وإدارية وخدمية. نأمل أيضا إعادة ترتيب الوضع بعد فشل القيادات السابقة، ونأمل تهيئة أيضا العودة الدائمة في حال تم تحرير تعز لكي تصبح عدن آمنة. أما وائل حزام الوايل يقول: نتمنى من الرئيس هادي الاجتماع بقيادة السلطة المحلية في عدن ومناقشة التصرفات الخاطئة من قبل بعض الإخوان التابعين لسلطة عدن ضد أبناء الشمال من توبيخ وتعيير، هكذا حسب تعبيره، حتى مع المسافرين من مطار عدن في كل نقطة يلاقون الويل، والبعض يعود بأمر من القائمين على النقاط في خط عدن، أصبحنا ننهش بعضنا، فأين أمر الرئاسة والحكومة وكلنا تحت سلطتهم. أما وليد صبر فيقول: عودة الرئيس هادي تأتي في ظل تزامن احتفالات يوم الجلاء 30 نوفمبر، بينما ولد الشيخ يصل الرياض، وهناك أنباء تفيد أن مجيء الرئيس يأتي مع وجود قوة لحسم المعركة. سالم حسين بالغيث يقول: عودة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لعدن خطوة ممتازة، رجوع الرئيس لعدن اليوم سيساعد كثيرا في ترتيب تحرير تعز ونأمل ذلك. رجوع هادي لعدن يساعد في أن تعود الشرعية بصدق للشارع ويشعر بها المواطن، وبإشراف الرئيس على إعادة الشرعية في الخدمات والوظيفة وتطبيق الأمن. رجوع الرئيس هادي خطوة جيدة لوجود الشرعية على الأرض بدلا من الخارج. أهلا بهادي يا قاهر الأعداء، هكذا يقول سالم حسب تعبيره. أما نبيل الفقيه يقول: عودة الرئيس إلى اليمن هذا مطلب للجميع، وليكن بمدينة آمنة وأفضل مكان حضرموت، والنائب في مأرب وكذلك رئيس الحكومة في عدن، هكذا يقترح. أما زياد محمد الراعي يقول: إن كان عودة الرئيس إلى عدن من أهمية فأهميتها هي ضرورة دعم تعز. أما عبد الوهاب المبرق فيقول: عودة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي جاءت في وقتها، وخاصة بعد نقل البنك المركزي وبعد التعيينات العسكرية الجديدة والقوية وبعد التقدم الكبير للجيش في تعز وصعدة والجوف ونهم وصرواح، فنحن نتمنى على فخامة الرئيس أن يشرف على الحسم العسكري في تعز
وإب وذمار وصعدة والعاصمة، وأن لا يترك بعد اليوم أدنى فرصة للحوافيش، فهم لا يستحقون إلا الموت جزاء ما اقترفوا بحق شعبهم. أما ياسر عزان فيقول: عودة الرئيس تزيد من معنويات رجال الجيش الوطني، نتمنى أن تستمر مؤسسة الرئاسة والحكومة في الاستقرار داخل الوطن. نستقبل أول اتصال، مهيوب العديني. مرحبا بك مهيوب. الخير أخي محمد، أهلا وسهلا بك مهيوب. اليوم عاد الرئيس هادي إلى عدن، ماذا تتمنى من الرئيس هادي بعد عودته إلى العاصمة المؤقتة؟ ما هي الأعمال التي يمكن أن تنجزها الشرعية وبإشراف الرئيس من العاصمة المؤقتة عدن حتى يمكن استعادة الدولة وأيضا دحر الانقلاب؟ تفضل الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعداء بعودة رئيس الجمهورية حفظه الله إلى عدن، وهو قائد المعارك البطولية، وهو قائد مع المعركة الأولى دحر الانفصال في عام 94، وهو الآن قائد المعركة الثانية في دحر الانقلابيين والإرهابيين، وهو عبد المنصور هادي بذاته رجل قائد عظيم في الميدان وفي أماكن السياسة. فنحن نطالبه الكثير في حق وجوده في عدن، بأن يأخذ حق السرب لليمنيين الذين ظلموه وانقلبوا عليه. كما نطالبه رئيس الجمهورية حفظه الله بدعم سعد في الوسائل المادية والعسكرية حتى يتم تطهير سعد، فإذا تظهر سعد للإرهابيين يعلموا عند اليقين أن اليمن هي قد أنتهى الحرب، ليس معركة الفصل هي سعد. هناك من يقول للمدعو أبو علي حاتم يقول سوف يكون في سعد أو لا يكون، نحن نقول له نقول لك يا أبو علي الحاكم أنت ستكون تحت أقدام أبناء سعد وسيداتنا على خشمك، فاليمن أرض اليمنيين وأنت غريب بينهم، وقلت أدبك ولن يكون لك موقف بينهم، فأنت غريب وستبقى غريب، ستخرج اليمن بدين القاتل إن شاء الله. هذه هي رسالة اليمن لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك مهيوب، وصلت رسالتك. معي اتصال آخر، أم علي مرحبا بك. والله أننا محتاجين لكم، محتاجين لكم قوي أنكم تجوا عندنا تحررونا. أم علي؟ أيوة أيوة نعم. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن عودة الرئيس هادي، ما هي الطموحات التي يحملها اليمنيون لعودة الرئيس هادي؟ الأعمال التي يمكن أن يتم إنجازها حتى تتحقق لهم استعادة الدولة؟ نشتيه يجي يحررنا من هذا الجوس الكلاب. نعم، يعني دحر الانقلاب تقصدي؟ أيوة دحر الانقلاب، موتونا جوع، موتونا صغر، موتونا ظلم، ظلمونا الله يظلمهم. من تقصدين؟ الانقلابيين؟ أيوة الانقلابيين السعودي وعفة. يعني إذن على الرئيس هادي أن أولا هو طبعا أن يلتحم مع أو أن يدعم المقاومة الشعبية طبعا والجيش الوطني، وهو يقود القوات المسلحة بطبيعة الحال لاستعادة كرامة اليمنيين التي امتهنها، التي أذلها وأهان هؤلاء الانقلابيين الذين لا يحملون أي مشاعر لا وطنية ولا إنسانية ولا ضمير تجاه اليمنيين. نعم، قلنا لك جابونا الظلم والفقر والأهانة وكل شيء. صدقتي والله. أم علي تقول أنها جلب الانقلابيون لليمنيين الظلم والإهانة والفقر والجوع والخوف، ولا يمكن لليمنيين أن يرضخوا لكل هذه الإهانة وهذه العصابة. شكرا جزيلا لك أم علي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، تتحدث بنبرة الأم التي تخاف على وطنها، على مستقبل أبنائها من هذه العصابة الانقلابية البشعة التي أثخنت الجراح والقتل والتدمير. معي اتصال آخر، علي عبدو. السلام عليكم. كيف حالك يا أخ محمد؟ أهلا وسهلا بك علي عبدو. نتحدث في هذه الحلقة عن عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة، ما هي أبرز المطالب التي يمكن أن تتمنى من الرئيس هادي أن يعملها الآن بعد عودته إلى عدن؟ أتمنى أنها يجلس في عدن ويسخط من كان الفاجي والحوثيين الذي انقلبوا على الشعب اليمني والذي سببوا الخراب وسببوا البهذلة في الشعب اليمني.
الغالي علينا. علي عبدو، يعني أمام كل هذه المطالب التي يطالب بها اليمنيون الرئيس هادي، أن ما الذي يجب عليه فعله الآن قبل غدا؟ يجب أن يجب أن من كان فاشيست خطأ الذي خربوا الشعب. ومن الذين خربوا الشعب تقصد الانقلابيين؟ أيوة الانقلابيين الحوثيين الذين خربوا الشعب. كيف يمكن لليمنيين أن يتعاضدوا مع الشرعية في سبيل استكمال هذا الهدف، هذا الهدف الإنساني النضالي الكبير الذي ينشده كل اليمنيون؟ على كل اليمنيين أن يتلازموا، أن يكونوا يد واحدة لا يتفرقوا. إذن رص الصفوف ووحدة الكلمة هي التي يمكننا من خلالها بعد الله سبحانه وتعالى ودعم الأشقاء أن ننتصر على كل هؤلاء. شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر. السلام عليكم. أبو عسكر الشعيبي، مرحبا بك أبو عسكر. مرحبا حبيبي، أهلا وسهلا بك. نتحدث في هذه الحلقة عن عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى عدن العاصمة المؤقتة، وعن الآمال والطموحات التي يحملها اليمنيون عقب هذه العودة. نعم حبيبي محمد، عودة الرئيس هو لتحرير تعز بالدرجة الأولى. إذن أنت تؤكد على أولوية تحرير تعز ودحر الانقلابيين منها. الدرجة الأولى تحرير الانقلابيين منها وأخراج الحصار من تعز، وهذه هي عودته بإذن الله. ما أهمية معركة تعز أبو عسكر؟ أهمية معركة تعز أن يتحموا أبناء المحافظة الجنوبية هناك موجودين، والرئيس يدعمهم بشكل تام، وستكون أخوة يدا بيد وتحرير تعز من هون القبل، وتكون تعز سياجا منيعا يحمي أي اعتداء يمكن أن يمس المحافظات منها عدن، لحج، الضالع وغيرها من المناطق التماس مع تعز. ما الذي تحتاجه الآن تعز؟ نعم تعز يريد أن تكون حرة. يا حبيبي أنا بدي روح كمان صبر، أنا من السعيد، أنا في سن شخصة باقاتل معهم حتى آخر خطرة. نحن نحط أصحابنا في دم ندعمهم وسنكون ندعمهم حتى نخرج هول القبل. صدقت. شكرا جزيلا لك أبو عسكر الشعيبي، وما تحدثت عنه بنبرة صادقة عن أهمية تحرير تعز معركة استراتيجية وكبيرة بالنسبة للشرعية وللدولة. تعز هي مدماك الحرية، هي التي تصدت لعفاش في 2011، هي صاحبة المشروع الوطني الجامع في سبيل تحقيق الدولة المنشودة، اليمن الاتحادي الجديد الذي صاغه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني. معي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ إسماعيل الظهري. إسماعيل الظهري. علي الظهري. حياك الله علي. علي بعد عودة الرئيس اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما هي أهم مطالبك من الرئيس أن يفعلها في عدن؟ ما هي الأولوية التي يمكن من خلالها أن نمضي بطريقة أو في سبيل استعادة الدولة؟ والله يا أخي أول شيء نريد المدد لأخواننا في تعز أول الأولويات. والآن الأخبار الآن في هذه الدقائق من أحد الأخوة من أبناء تعز تقول أن الميليشيات والتعزيزات التي وصلت تعز قد وصلت الآن، وأنهم أخذوا أحد المواقع على الشرعية. فنريد من فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن أن يرسلوا التعزيزات العسكرية في أقرب وقت، بدل يا أخي ما تكون المدة طويلة ويتأخروا في التعزيزات لأخواننا في تعز، ويأخذوا المواقع الذي بذلوا عليها شهداء وجرحى ووقت كبير جدا حتى حرروها ويستردوها الإنقلابيين، وتجي التعزيزات وتبذل وقت كبير جدا في هذه
المواقع لماذا لم تصل التعزيزات في 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 هذه الليلة بل في هذه الساعة؟ إذن أنت تؤكد على أهمية دعم ومساندة تعز على كافة المستويات لدحر تعزيزات الميليشيا، وطبعا تعز هي يعني على قدر التحدي. نعم يا أخ محمد. نعم نحن نريد يعني نريد أن تكون الشيء ملموس في الواقع. الآن الإنقلابيين يعني بعد عودة فخامة الرئيس إلى عدن الآن يعرفوا أن فيه هناك خطة عسكرية، والآن هم يعني يكتفوا الجهود ويرسلوا التعزيزات تلو التعزيزات إلى تعز. نريد من أخواننا في المنطقة العسكرية الرابعة والقيادة العسكرية في المنطقة نعم. العسكرية الرابعة أن يرسلوا تعزيزات لأخواننا في تعز هذه الليلة لكي لا يفوت الأوان. الانقلابيين يخططون، ونشكر أخواننا في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على تعاونهم يعني من الجو، والأخبار يعني تسر أن الطيران يستهدف في هذه الليلة مواقع كبيرة للانقلابيين. إذن أنت تؤكد على أهمية التعزيزات الآن ودعم تعز بالأسلحة النوعية التي تستطيع من خلالها إنجاز التحرير وكسر الحصار ودحر هذا الانقلاب. نعم نعم يا أخي، بس في أقرب وقت. نعم شكرا جزيلا لك علي الظفري. معي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. أبو عايض. إيه نعم معك أبو عايض. في هذا اليوم عاد الرئيس هادي إلى عدن، وهناك ملفات متعددة ومتداخلة وربما معقدة بحاجة إلى عمل دؤوب حتى نستطيع من خلال ذلك العمل أن نستعيد الدولة، أن ندحر هؤلاء الانقلابيين، أن نشكل الدولة الجامعة التي صاغها اليمنيون في مخرجات الحوار، اليمن الاتحادي الجديد. برأيك ما هي أبرز المطالب التي يمكن للرئيس هادي فعلها حتى نستطيع من خلالها استعادة الدولة ودحر الانقلاب؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. استعينوا بالله وجمعوا صفوفكم، وأتمنى من الرئيس هادي أن يرسل القوات الخاصة جميعا، وأن يطلب من الشعب ومن القبائل التوجه إلى تعز، لأن تعز هي المحور الأساسي في المنطقة، فإذا تحررت تعز بإذن الله ستنكسر شوكة الانقلابيين. احنا نعرف عن اليمنيين انهم رجال وابطال، وين القبائل؟ وين المشايخ؟ وين الدعاء؟ هبوا يا اخي هبوا، انتقموا من هذه الفئة الطاغية الباغية. نعم ارفعوا رؤوس العرب فوق، افتحوا باب الجهاد، نادوا في المساجد، اخرجوا يا اخي، اقتلوا هؤلاء المجرمين، اقسم بالله انهم اخوف مما تتصور. لعنهم الله في هذه الساعة، وأسأل الله أن ينتقم منهم وممن يدعمهم من إيران وغيرهم. أسأل الله أن ينصركم وأن يحفظ أعراضكم. آمين يا رب. وأن يحقد دماءكم وأن يؤيدكم من أصل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل ملائكة من السماء تقاتل معكم وأن ينصركم عليهم، لأن اليمنيين رجال، ما نعرف عنهم إلا رجال وأبطال يحفظون أعراضهم ولديهم شيمة، لكن للأسف البعض الآن ما خرج، ما أدري ليش. يا أخي هذا الجهاد في سبيل الله، وين النخوة؟ وين العزة؟ وين الشهامة؟ وهو دفاع أيضا عن الأرض والعقيدة والعرض. نعم العقيدة والعرض، وين نتمنى أكثر أن نشوف من أخوان اليمنيين أكثر. في ناس إلى الآن ما خرجوا يا أخي. الاستشهاد الشهادة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أخرجوا الليلة، اصدقوا مع الله يصدق الله معكم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هبوا إلى تعز، أنقذوا أخواتكم اللي انتهك أعراضهم من هؤلاء الخونة المجرمين أعداء الملة والدين، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يسلط عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء. أسأل الله أن ينتقم منهم في هذه الليلة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. شكرا جزيلا لك أبو عايض، شكرا لمشاركتك معنا ومشاركتك هموم اليمنيين في سبيل الانتصار للدولة، للوطن، للعقيدة، للانتصار للمظلومين الذين قتلتهم هذه الآلة وهذه العصابة وهذه الميليشيا المتمردة
الباغية، الانتصار لأولئك المختطفين الذين هم بالآلاف الذين يقبعون في سجون هذه الميليشيا، الذين يتعرضون للتعذيب الوحشي، والذين قتل الكثير منهم تحت سياط هذه الميليشيا وحقدها الهمجي وحشيتها. شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد العولقي، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الطاهر المؤتمن الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم ومساء الأخوة المشاهدين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، نحن نتحدث، تعرف موضوعنا لهذه الحلقة وهو عن عودة الرئيس هادي إلى عدن، والمطالب والملفات التي يجب العمل في سبيلها بعمل دؤوب ومستمر حتى يتحقق النصر ونستعيد الدولة وندحر هذا الانقلاب الفاشي. نعم. أولا قبل كل شيء، طبعا زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى محافظة عدن، طبعا هذه الزيارة زيارة جميلة، وطبعا هذه تعطي حماس ودافع معنوي كبير للمقاومة في تعز وبعض المحافظات التي فيها طبعا شبوة والضالع والبيضاء وغيرها. نعم بالذات تعز، انا اتكلم، انا من ابناء شبوة، من سكان عدن، مال عدن، لكن اتكلم عن تعز. تعز هي اقرب المحافظة لنا اللي هي العدن، طبعا هي يدور فيها تعز من دماء مثل ما انتم تعلمون اخي العزيز، من الحروب والصراع الدائر فيها. وهذه الزيارة طبعا زيارة خير بإذن الله تعالى، إن شاء الله. ونتمنى من الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يلتفت إلى الشعب، إلى المواطنين في أنحاء اليمن بشكل عام. نعم. ينظر إلى الثروات في الوطن، لا تكون الزيارة حقته هذه مثل الزيارة الأولى يا أخي العزيز. نعم. نريد أن تكون الزيارة هذه زيارة يلتفت فيها من جميع النواحي، أن تطول الزيارة، أن يتلمس هموم المواطنين، أن ينظر إلى المواطنين في الشمال في الجنوب، ينظر إلى معاناة الشعب الذي لم يستلمون رواتبهم الموظفين في الدوائر الحكومية. يا قيادة الرئيس، أنظر إلى المواطنين، تلمس همومهم. أتمنى الزيارة هذه أن تكون زيارة موفقة بإذن الله تعالى، وتكون مصلحة اليمن بشكل عام، ودعم للأخوة المقاومة في تعز، مدهم بالسلاح بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لأخ أبو عايض اللي قبل شوية اتصل، الرجال موجودين، أبشرك أبو عايض. نعم. الرجال المقاتلين كتا موجودين، أهل اليمن معروفين بشعب شعب كريم وشعب. نعم. يمتاز. نعم. من البطولة والشجاعة والإقدام. نعم. والجبهات تشهد، لكن نريد الدعم، نريد الدعم. نعم. من الحكومة أخي محمد، لو سمحت لو أطلت عليك في المكالمة. نعم. نريد الدعم من سيادة الرئيس عبد المنصور هادي. يا سيادة الرئيس عبد المنصور هادي، حط الأشخاص المناسبين في المكان المناسب، غرب إلى الأشخاص، غرب إلى الأشخاص. ألو. نعم أسمعك، أسمعك يا محمد. لا بد تكون في غرب من الحكومة، أنت الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في الحكومة أن يتم تغييرهم، الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في الحكومة لابد أن يتم تغييرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك محمد، وهو هي دعوة على أن لابد أن يكون هناك الوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهي الكفاءة والفاعلية، الوزير الفاعل والكفو الذي يعمل بشكل متواصل على قدر الأزمة الاستثنائية التي تعيشها اليمن يجب الإبقاء عليه، والذي لا يعمل بطبيعة الحال. علي محمد، مرحبا بك علي محمد. الله يحفظك يا أخي، ممكن أشارك معكم؟ تفضل أسمعك. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، عن الآمال، عن الطموح، عن المطالب التي يطلبها منه اليمنيون حتى نستطيع أن نستعيد الدولة، أن نستعيد لليمن عافيته ودولته. صحيح أخي، لو سمحت أنا عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. أوجههم لمشايخ حاشد ومشايخ حق عمران، هل عندهم ضمير؟ عندهم إنسانية لما يرسلوا أطفالهم يقتلوا أبناءنا في تعز، بناتنا في تعز؟ أين القبيلة وأين الشهامة اللي عندهم هؤلاء؟ تقصد الذين هم التابعين للانقلابيين الذين يحاولون التحشيد؟ التابعين أو التابعين للانقلابيين طبعا. نعم. طيب إذا كانوا طلعوا أصحاب تعز مثلا، لا 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 لصنعاء، طلعوا لعمران يسووهم الآن بتعز، هل إحنا بنسكت؟ هذا عمل مدان وعمل همجي يعزز من تواجد هذه العصابة، ولكن لا أعتقد أن كل أبناء حاشد يوافقون أو أنهم يعني
يوافقون الميليشيا الرأي في كل هذه الجرائم الهمجية. أعتقد أنه ربما أنصار الميليشيا الذين هم فقدوا ضمائرهم وإنسانيتهم ربما سيقدمون إلى، لكن تعز ولادة بالأبطال وستستطيع أن تدحر هؤلاء وأن ترسلهم توابيت إلى حيث جاءوا. أخي تعز مدينة حاضنة لليمنيين كامل، لليمنيين كلهم، لا إفريقا لا سوريا لا طائفية بتعز حصل تعز، بس هم هذا جاءوا يسووا بالأرض فساد، خربوا المدينة، قتلوا الأطفال، انتهكوا العروض. هل من ضمير حي المتحوز بتعز أن يرجعوا إلى صوابهم؟ علي محمد طبعا أمام كل هذه التحشيدات التي يحاول الانقلابيون الاعتداء وعدوانهم المستمر على تعز، ما الذي يجب على الرئيس فعله الآن حتى تستطيع تعز أن تقف شامخة قوية تدحر الانقلابيين، تمتلك المادة والسلاح النوعي الذي تستطيع من خلاله أن تدحر وتحرر هذه المحافظة التي تعتبر هي مدماك استعادة الدولة؟ أخي تعز لو سمحتي، تعز في رجال يمدهم بأسلحة، يمدهم بالأموال أنا أعتب على المغتربين في السعودية من أصحاب تعز، مو من أصحاب اليمن كامل، ليش ما يتبرعوا بالشهر بمئة ريال سعودي على كل مغترب؟ صح، بصالح المقاومة أو لا، بصالح الجيش الوطني، الجيش الوطني بصالح أولى اللي هم أسر الشهداء، من يعطيهم؟ الشهداء الذين ناضلوا وبذلوا كل الكثير، بذلوا ماذا بعد أن تبذل روحك في سبيل قضيتك ووطنك ومدينتك وحريتك وكرامتك؟ نعم، يستحقوا أن احنا نموت ونعطيهم، هم يستحقوا هؤلاء. شكرا جزيلا. ناس ما يسمعوا، في مغتربين، في ناس تجار، في ناس مغتربين، تحركوا يا أخي، سووا صندوق وإحنا مستعدين أن نساهم. ماذا تقول للمغتربين الذين لا زالوا في منطقة رمادية ولم حتى يميزوا ما بين الحق والباطل وبين المعتدي والمعتدى عليه؟ ماذا تقول لهؤلاء؟ اسمع والله في ناس ضعفاء أنفس، لا عندهم القراءة، لا عندهم الإنسانية، ولا المفروض يشوفوا إن في ناس والله أشهر شهداء لا يمتلكوا قوت يومهم، ليش يا أخي ما يتبرعوا بشهر؟ بشهر الواحد يتبرع بمئة درهم، بمئة ريال يمني سعودي، شو مشكلة؟ شكرا جزيلا لك علي محمد، وهذه رسالة مهمة للمغتربين على كافة، طبعا من كافة المدن والمحافظات اليمنية، عليهم أن يعرفوا جيدا من المعتدي ومن المعتدي، من الذي اختطف الدولة، من الذي امتهن كرامة اليمنيين، من الذي اختطف الآلاف، من الذي فجر المنازل وبيوت الله ودور القرآن، من كل ذلك؟ هل يعني البعض لا زال لديه ضبابية في مسألة عدو اليمن؟ عدو اليمن هو الحوثي وعفاش. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. حسن الحارثي من جدة، المملكة العربية السعودية. حياك الله حسن الحارثي، مرحبا بك. حسن، الله بالخير. حسن، نتحدث في هذه الحلقة عن عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي، عن أبرز الملفات والقضايا التي يجب يعني دعمها ومساندتها ومؤازرتها حتى يتحقق حلم اليمنيين ونضال اليمنيين في استعادة الدولة. أولا نرجو من الرئيس اليمني الذي وصل لعدن، نسأل الله له السلامة والعافية، ونبغى طال عمرك يدعم الناس في تعز تقتل فيها النساء، تقتل فيها الأطفال، تهدم فيها البيوت، تنتهك الأعراض، تمام ولا لا؟ وهل تنتين مجنزرة مع عربيتين تغطي الكلام؟ هذا كلام مو منطقة، يعني عربتين مدرعتين لا تكفي. نعم، اليوم يتكلم واحد من أخواننا اليمنيين من مصر، محلل سياسة اليوسفي، يقول ثنتين مدرعات في 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 تعز، وبينما الكثير من الدبابات والمدرعات المكدسة في عدن. نعم، إننا نرغب من الرئيس ونرغب من الشرعية ونرغب من العالم الإسلامي ونرغب من ذا أن ينقذ التكالة هذا الذي عدن، اللي في تعز. نعم، هذه جريمة العصر،
انها تقتل المرأة، يقتل الطفل، يقتل المريض، يقتل الكبير، وعلى على يد مين؟ على يد ناس ما تخاف الله ولا تتقي. يا منصور هادي، حرك الجيوش، ومالك ومال الأمم المتحدة، ومالك ومال ابن الشيخ، حرك، طلعوا انقذ الناس، هذا اللي تقتل ليلا ونهارا. هذا يعني مهمتك كرئيس دولة، ولا تنظر إلا للحاجة التي تكون في صالح الشعب اليمني. نعم تمام ولا لا؟ نعم حاجة ما في صالح الشعب اليمني لا لنا حاجة بها، احنا مسلمين تمام ولا؟ الأخوان المغتربين هذا أخوانكم، أدعموهم بالمال عشان يقدر يتحرك، يقدر يأمن بيته، يأمن أهله، ويصمد أمام آلة القتل التي يتخندق خلفها الانقلابيون. يا ولدي يا ولدي، الشهادة، الشهادة في سبيل الله، كانوا الصحابة يصرح من بيته يقول اللهم ارزقني، يا الله يعني يا اللهم ارزقني بالشهادة. نعم، والشهادة 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 في سبيل الحق شرف. يا أخي هذول الفرس يدعمون الناس، هذول الحوثيين، والحوثيين هذول جزء منهم صراحة، على وكانوا نشأوا في اليمن، وده هذا فكر، الفكر حقهم فكر صفوي. نعم هو لا يختلف تماما. نعم شكر يعني هذا فكر صفوي. شوف شوف الحديدة، شوف في الشريط الساحلي هذا، الساحلي نعم، آلام وأوجاع ومجاعة وكل هذا بسبب، ولا في مستشفيات ولا في نور ولا في شيء. يا هادي تحرك، سيبك من الأمم المتحدة، الأمم المتحدة من يوم ما عرف نفسي أنا 63 عاما ما عرفنا حلت مشكلة، وفلسطين على وفلسطين شاهدة على كل ذلك. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك حسن الحارثي على ما تفضلت بالحديث عنه، شكرا لهذه المشاعر الجياشة تجاه اليمن، تجاه تعز على وجه التحديد تلك المدينة أو المحافظة التي تخوض معركة الكرامة واستعادة الدولة. شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نستقبل مشاركاتكم حول عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأمل والطموح والواقع. نستقبل مشاركاتكم وتعليقاتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. بكم من جديد مشاهدين الكرام في الكلمة لك، نناقش في هذه الحلقة عن عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، الآمال والطموح والواقع. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك، وعلى هاشتاج الكلمة لك سواء في الفيسبوك أو تويتر. سنفتح نافذة للكلمة لك، وهي يمكنكم إرسال رسالة فيديو، رسالة مصورة عن الموضوع الذي نناقشه، سواء في اليوم مثلا، ربما أن الموضوع جاء متأخر، لكنه في الحلقات السابقة سنفتح مجالا للرسائل المصورة عن الموضوع الذي يمكن أن نطرحه عن المواضيع المختلفة حول اليمن، ونفتح نافذة للجميع ليتحدث بحرية وبشفافية عن أي وجهة نظر يمكن أن يتحدث بها. عبد المجيد البكري يقول: وصول الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح، أعتقد أن وجوده في عدن بات مهم مع الحكومة والإشراف المباشر على عمليات الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من محافظات التي تخضع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. معي اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ اسمك
الكريم محمد العباني. محمد؟ محمد العباني. محمد لا أسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد العطامي. محمد العطامي. أيوة. حياك الله يا محمد. أنا أبغاك يعني في البرنامج قبل الكلمة لك. نعم تفضل. يا أخي نتمنى يعني نتمنى أن الرئيس هادي يعني الآن وصل إلى المنطقة عدن. الحمد لله هذا شيء مهم جدا وخطوة جيدة جدا. ونتمنى الآن أن يقوم بالدعم الليلة يعني اليوم قبل بكرة الدعم الكبير إلى منطقة تعز. لأن الآن الحرب بداخل تعز طلع لبرة تعز. والآن الحرب ببرة يحتاج إلى أسلحة طويلة المدى شوي. لأنه طويلة المدى من دبابات من مدرعات يعني علشان نعم تقدموا شوي. يعني الجبهة في تعز بكل جبهاتها، الجبهة الشرقية، الشمالية، الغربية، الريف وغيرها، في الصل وغيرها، بحاجة إلى دبابات ومدرعات ومدافع تستطيع من خلالها المقاومة والجيش الوطني في تعز لدحر الانقلاب. إذن أنت ترى أن الأولوية الأولى للرئيس هادي هو دعم جبهة تعز حتى تستطيع الصمود ودحر الميليشيا. أيوة نعم دعم الجبهة تعز حتى تصل دحرهم. لأنه الآن الدعم الأسبوع هذا غير على أي أسبوع. لأن الدعم هذا الاستفادة الكبيرة تحتاج إلى سلاح بعيد المدى، سلاح أقوى من السلاح اللي كان الأشهر والأسابيع الماضية. نتمنى يعني الدعم اليوم أو بكرة. إذا الدعم العاجل لتعز. شكرا. الدعم العاجل. نعم. وعندي رسالة. تفضل رسالة. تفضل. عندي رسالة للمتعوثين اللي بتعز، يعني لماذا يرضوا على أنفسهم أن يسووا لهم تاريخ أسود مدى الحياة؟ لماذا ضعفاء النفوس أن يرضوا على أنفسهم بالتاريخ الأسود هذا؟ لماذا حكموا على أنفسهم كذا؟ ما الذي أجبرهم على هذا؟ البعض يستغرب كيف يستطيعون هؤلاء أن يطعنوا تعز وإنسانية تعز وتعز الأرض والإنسان في الخاصرة. كيف استطاعوا هؤلاء أن يتخلوا عن تعز بهذه السهولة؟ الله المستعان على المتحوثين. يا أخي أنا من تعز وأعرف ناس من تعز متحوثين بمبلغ من الدراهم متحوثين. يعني وفي ناس متحوثين مغصوبين وفي ناس كذا. نتمنى يعني اليوم أو بكرة بالدعم السلاح الثقيل بعيد المدى علشان يخلصنا أرحام الراحمين من هذه البيئة لا ترحم لا تخاف الله، البيئة الطائفية، البيئة المجرمة. شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم أحمد الطاهري. مرحبا بك. محافظة البيضاء. أحمد الطاهري. نعم. أهلا وسهلا بك أحمد. أحمد ما هي أبرز المطالب التي تحملها أنت شخصيا للرئيس هادي بعد عودته إلى عدن التي ترى من أنها أولوية ملحة يجب على الرئيس هادي أن يفعلها؟ لا نريد منه إلا دعم محافظة تعز ومحافظة البيضاء من السلاح فقط. البيضاء باعتبارك أنت من البيضاء. نعم أنا من محافظة البيضاء. كيف هي ماذا تحتاج البيضاء حتى تستطيع الصمود ودحر هذه الميليشيا؟ تحتاج سلاح فقط، فلم يطلع أي سلاح منذ بداية المقاومة. يعني عملية المقاومة هناك هي بدعم ذاتي. نعم هي بدعم ذاتي من القبائل من المغتربين فقط. محافظة البيضاء ومحافظة تعز لم تصل الدعم من شرعية أبدا وكأن فيه شيء لم نعلم. يعني تعز لا يمكن أن نجزم أو أن نقطع أنه لم يصلها أي دعم من الشرعية وفيها طبعا من خلال متابعة ربما يكون هناك الدعم ضعيف. نعم دعم ضعيف. نعم إذن أنت تؤكد على أهمية دعم الجبهتين طبعا البيضاء وتعز تحملان مواقع استراتيجية هامة إذا تم تحريرها واستعادتها يعني سيكون لها ما بعدها. ربما صنعاء لن تكون طبعا معركة صنعاء صعبة بعد تحرير تعز والبيضاء وغيرها. نعم نعم مفتاح لمحافظة الزمر وصنعاء. شكرا جزيلا لك أحمد الطاهري من البيضاء. معي اتصال آخر. السلام عليكم.
احمد هديش مرحبا بك. احمد السلام عليكم. احمد حاول ان تسمعني من الهاتف واخفض صوت التلفزيون. السلام عليكم يا اخي محمد، كيف حالك؟ وعليكم السلام الحمد لله. احمد، ما هي يعني ما هي ابرز الملفات التي يجب على الرئيس هادي يعني العمل فيها حتى نستطيع استكمال عملية استعادة الدولة ودحر الانقلاب وإنهاء هذه العصابة الفاشية؟ أول يا أخي محمد، أنا محمد هديش وليس أحمد هديش. محمد هديش مرحبا بك يا محمد، وعفوا على الخطأ. الله يحييك. نعم. يا أخي احنا نناشد رئيس الجمهورية ونحييه وصوله عدن ونطلب منه دعم جبهة تعز أولا ودحر الميليشيات الانقلابية من محافظة تعز ثم التوجه إلى محافظة الحديدة، لأنها يا أخ محمد تعز هي قلب اليمن وشرايينها في الحديدة، الإمداد حقهم من الحديدة. نعم. الضرائب من السفن التجارية، التهريب، كل حاجة. نعم، كل شيء من الحديدة. نحن نراشد رئيس الجمهورية ونقول لا يا أخي، دحر الميليشيات هذا واجب وكل يمني، ونقول لكل يمني وللمتحوثين هؤلاء يعني يشتم عزالة من على وجه الأرض، ونناشد رئيس الجمهورية أن يدعم جبهة تعز ويحرر تعز إن شاء الله في اليومين هذه وفي الأسبوع هذه، تحرر تعز ويتجه الجيش الوطني إلى الساحل الغربي وإقليم تهامة، كونه أصلا حتى أن إقليم تهامة يعاني الويلات، الاختطافات، الانتهاكات، أيضا المجاعة التي تحدق به، ويجب على الشرعية أن تأخذه بعين الاعتبار. يا أخي نعم نعم يا أخ محمد، أنا من أبناء الحديدة. تمام. نعم يا أخي، احنا عندنا المشايخ الذين متحوثين وهم أصحاب ضلاط وأصحاب مصالح وباعوا المواطنين، والله إن الاختطافات يا أخي في كل القرى ناس مساكين ولا ذنبهم أي حاجة، اختطفوا الناس من القرى من المساجد ودمروا المساجد وشمتوا بالحديدة شمت، والآن نناشد رئيس الجمهورية ونقول لا، إن الحوثيين إذا سقطت تعز ثم الحديدة فهم انتهوا تماما إن شاء الله. استعادة يعني على نحو آخر هو استعادة تعز، لأنه تعز لا تسقط. نعم، استعادة تعز أولا قبل أي جبهة، جبهة تعز، دعم تعز، تعز قلب اليمن يا أخ محمد. نعم، ونشرف ونحيي أصحاب تعز ومقاومة تعز، ونقول لهم والله إنهم رجال، وأصمدوا وأصمدوا، ونقول لأصحاب الحديدة الذين لا يزالوا يلعب بهم بعض الناس، يا أخي ذولا ميليشيات يجب الخروج ويجب قتالهم في كل شارع، ونحيي مقاومة الحديدة ومقاومة إقليم تهامة على ما يقوم به من أداء في الهجمات. نعم، يعني ضد الميليشيا. شكرا جزيلا لك محمد، شكرا جزيلا لك. عمار الصهباني في تعليق له على صفحتنا، نأمل من عودة الرئيس هادي الترتيب لتحرير تعز، لأن تحرير تعز بداية نهاية الانقلاب وتعزيز لهيبة الشرعية وقوتها. مشاهدي الكرام، كل الآراء اجتمعت على أهمية أن تكون تعز هي الأولوية لعودة الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبيل استكمال تحرير الدولة وإنهاء هذه العصابة واستعادة وإنهاء هذا الانقلاب واستعادة الشرعية وعودة اليمن سالمة سعيدة كما كانت. شكرا للجميع ولمن شارك معنا، شكرا لكم، مع فائق تقديري لكم، في أمان الله.